السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا في الفصل 19 من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وهو شرح كتاب Operating System Concepts. وصلنا إلى الـ TCP/IP Example بعد أن شرحنا الفرق بين الـ OSI Model والـ TCP/IP Model. في الـ TCP/IP كل حاسوب مثل ما ذكرنا يجب أن يكون لديه عنوان خاص به، سميناه الـ Host Name أو الـ IP Address، اللي هو الهوست اي دي، اللي هو يعتبر ايدنتيفيكيشن او الرقم التعريفي الخاص بكل جهاز، اللي هو بعض الاحيان ايضا يسمى اللوجيكال ادرس. طبعا هذا العنوان يكون هو هيراريكال اند سيجمنتد، يعني هرمي ومقسم، جزء من عنده راح يكون للنتورك سيجمنت، وجزء من عنده راح يكون للهوست سيجمنت، يعني جزء من عنده هو عنوان الشبكه وجزء من عنده هو عنوان الحاسوب الموجود او الجهاز الموجود في داخل الشبكه. طبعا النظام المرسل لاي نوع من انواع البيانات راح يقوم بتشيك او فحص جدول التوجيه الراوتينج تيبل اللي موجود في داخل الراوترات لتحديد ما هو الراوتر الذي يعني سيستطيع ارسال البيانات الى الوجهه الصحيحه لها او الفاينل ديستنيشن. طبعا هذا الراوتر راح يستخدم السيجمنتد نتورك بارت، يعني الجزء الخاص بالشبكه من الاي بي ادرس او من الهوست اي دي، لكي يحدد الى يعني الى اين يقوم بتوجيه هذه الباكيتات. طبعا هذا الشيء ممكن يتكرر عده مرات لعده راوترات في الشبكه، طالما انه البيانات او الباكيت الخاص بالبيانات او حجمه البيانات تنتقل من جهاز الى اخر ابتداء من الترانسميتر او السندر المرسل الى الريسيفر. عندما يقوم النظام المستلم باستلام البيانات او الباكيت، فانه يعني الباكيت may be complete message، ممكن ان تكون هذه الباكيت هي عباره عن رساله كامله، او ممكن ان تكون يعني عباره عن جزء من الرساله، ويعني رساله كبيره وتم تقطيعها في طرف الارسال. لذلك نحتاج انه نقوم بعمليه الري اسمبل، اللي هو اعاده تجميع الرساله حسب السيكونس نمبر او حسب الرقم التسلسلي للاجزاء الخاصه بها، اذا كانت يعني هي يعني رساله او حجم الملف الاصلي هو يمتد الى عده باكيتات. هذا هو ما يحصل دائما في داخل الشبكه. كيف تستطيع الباكيتات ان تنتقل من السندر الى الريسيفر؟ عاده دائما في داخل الشبكه الواحده، طبعا هسه نسولف يعني قبل قليل كنا نسولف انه يعني في عده شبكات، يعني على مستوى الوان وايد اريا نتورك نستطيع استخدام الراوتر. طيب في داخل الشبكه الواحده ما الذي يحصل؟ هنا نحتاج انه نستخدم عنوان ثاني سميناه الميديوم اكسس كنترول ادرس، اللي هو الماك ادرس، الذي ايضا يسمى الفيزيكال ادرس او الهاردوير ادرس. هذا طبعا تستخدمه كل من الايثرنت والواي فاي او اي نوع من انواع البروتوكولات للشبكات المحليه او اللان networks اللي تحدثنا عنها في المحاضرات السابقة. طبعا كل two devices on the same LAN communicate via MAC address، يعني أي جهازين موجودات على نفس اللان الواحدة يتصلون فيما بينهم عن طريق الماك address اللي هو level أو layer 2 address بالdata link layer. إذا كان النظام يحتاج إلى إرسال بيانات إلى نظام آخر فإنه وكان يعرف فقط الـ IP ولكنه لا يعرف الماك address، هنا يحتاج أنه يستخدم في البروتوكول للتحويل ما بين الاي بي والماك ادرس. اسم البروتوكول هو الادرس ريزوليوشن بروتوكول او الاي ار بي. هذا من خلال استخدامه طبعا راح يقوم بعمل برودكاست، يعني اذا كان هناك حاسوب اي يريد ارسال رساله للحاسوب بي، الحاسوب اي يعرف الاي بي ادرس الحاسوب بي ولكنه لا يعرف الماك ادرس، هنا طبعا سيقوم بعمل بث برودكاست رساله لكل الاجهزه الموجوده في الشبكه المحليه من اجل معرفه ما هو الماك ادرس الخاص بهذا الحاسوب الذي يمتلك هذا الاي بي. Not forwarded by routers to different networks. طبعا هنا يعني هذه الرساله راح تكون برودكاست في داخل الشبكه المحليه الواحده، يعني من توصل الى الراوتر ما راح يسوي لها فورورد او توجيه للشبكات الاخرى، وانما ستبقى فقط في داخل هذه الشبكه المحليه. هنا طبعا هذا عندك الايثرنت باكيت فورمات، يعني الشكل العام لكل باكيت يتم ارساله او استقباله في الايثرنت. هذه عدد البايتات لكل جزء من عندها، وهذه طبعا المعنى الخاص بها. في البدايه اكو عندنا ما يسمى بالبريامبل، اللي هو يعتبر الجزء الاساسي او يعني البادئه للباكيت، واللي هو طبعا يكون عباره عن 7 بايتات، هنا عباره عن باترن او سيكونس، مجموعه من البتات تكون بهذا الشكل 1 0 1 0 1 0 1 0، وتستمر ل7 بايتات. هذه فقط على مود عندما تصل الى الطرف الاخر لتشير الى بدايه باكيت جديد تم يعني وصل الان. طبعا بعد ذلك راح يجي الستارت اوف ذا فريم ديليميتر، هذا ايضا باترن 1 0 1 0 1 0 1 1، هذا ايضا مجموعه من يعني بايت واحد، لانه فقط يكون هذا الحجم يعني حجم بايت واحد، وراح يكون هذا الشكل الخاص به. بعد ذلك راح يجيك عندك عنوان من 2 الى 6 بايتات، اللي هو ديستنيشن ادرس، اللي هو يقصد بها ديستنيشن ماك ادرس، السورس ادرس ايضا السورس ماك ادرس، واللينث اوف ذا داتا سكشن، هنا طبعا ينطيك طول البيانات اللي انت تريد موجوده هنا قد طولها، يتراوح من 0 الى 1500، ولكنه يجب دائما ان يكون اكثر من 63 بايت. هنا اذا كانت البيانات اقل من 63 بايت
هنا راح يضيفوا لها بادينج، بادينج اللي هو سلسله اصفار ووحدات فقط لاكمال العدد، يعني اكمال العده او اكمال الحجم، لانه دائما الحجم يجب ان يكون اكثر من 63 بايت. فاذا كانت اقل من 63 بايت يكملوها اصفار ووحدات من البادينج على مود توصل على اقل 63 بايت، اذا كانت هذه الداتا اقل من 63 بايت. بعد ذلك طبعا راح يجيك الفريم تشيك سم اللي هو سي ار سي سايكليك ريدندنسي تشيك، اللي هي البتات التي يتم اضافتها من اجل كشف الاخطاء وتصحيحها في الطرف الاخر. هذه كلها تحصل في الباكيت، يعني على مستوى الـ او بالحقيقه هي هاي مو الباكيت وانما الفريم اللي يحصل في الطبقه الثانيه. الترانسبورت بروتوكولز طبعا الطبقه الرابعه في الاو اس اي موديل، والتي هي تعتبر ايضا الطبقه الرابعه في التي سي بي اي بي الجديد. يعني هذه طبعا ممكن تكون واحده من اثنين بروتوكولات شائعه ومهمه ورئيسيه، اما يو دي بي او تي سي بي. يو دي بي اللي هو اليوزر داتاجرام بروتوكول، هذا عاده يستخدم عندما نريد ارسال واستقبال بيانات بسرعه كبيره جدا بدون الاخذ بنظر الاعتبار دقه وصول كل البيانات. يعني عاده في عمليه الستريمينج عندما تكون انت تلعب لعبه اونلاين او عندما تقوم بمشاهده فيديو او مشاهده شيء لايف بشكل مباشر، فهنا الباكيتات التي يحصل بها دروب او ايرور اثناء الارسال والاستقبال ما راح تنتظر انه ترجع تسوي لها ريترانسميشن، لانه انت يجب ان يكون الاستجابه بالريال تايم بالزمن الحقيقي. فهنا تحتاج انه تكون ارسال واستقبال سريع جدا. بالتي سي بي لا، الامر يختلف، انه يكون هو دائما كونكشن اورينتد ويكون ريلايبل. تحتاج انه كل باكيت يوصل عندك مثل ما هو، يعني اذا عندك ملف بي دي اف او ملف زد اي بي او رار يجب ان يصل مثل ما هو، لانه اي فقدان لاي بت واحد راح يؤدي الى مشاكل في الطرف الاخر، ممكن انه هذا الملف ما ينفتح او يصير به مشاكل. فهنا تحتاج انه اي شيء يصير عندك يعني اثناء الارسال او الاستقبال، اذا صار عندك ايرور في الباكيتات او تاخر في وصولها، تحتاج انه تعمل عمليه الريترانسميشن اللي هي اعاده الارسال، ولذلك يسمونه هو بروتوكول ريلايبل وموثوق، وكذلك هو كونكشن اورينتد، يعني قائم على اساس بناء اتصال معين، لانه بالبدايه يبدو الثري واي هاند شيكينج، يرسل بيانات معينه من اجل ان يقوم بتاسيس اتصال قبل ان يبدا بارسال البيانات. هنا طبعا مثل ما ذكرنا، once a host with a specific IP address receives a packet، اول ما الهوست او اي جهاز عنده IP address يستلم باكيت معين، لازم يعرف انه it must somehow pass it to the correct waiting process، لازم يوصله الى العمليه المنتظره المناسبه. يعني هنا في داخل الجهاز الواحد ايضا اكو عندك مجموعه عمليات ممكن ان كلهن يشتغلن متصله بالانترنت، يعني ممكن يكون هسه مثلا جهازي حاليا اللي انا اشتغل به، ممكن تكون عندي بروسس متصله بالويب براوزر، هذه ايضا لها علاقه يعني بالانترنت، وممكن تكون عندي بروسس ثانيه متصله بالايميل، هذا ايضا يعني لها بورت نمبر خاص بها وهكذا. فبالتالي البيانات اللي توصل ايضا يجب ان توزع في داخل الحاسوب الى اماكنها الصحيحه. طبعا هنا الترانسبورت بروتوكولز مثل ما ذكرنا راح تحدد لك، اضافه الى الاي بي ادرس بالطبقه الثالثه والماك ادرس بالطبقه الثانيه، الطبقه الرابعه هنا راح يضيف لك بورت نمبر اللي هو رقم او رقم المنفذ الذي هو خاص بكل واحده من البروسيسز او كل واحده من هذه العمليات. طبعا اذا كان يعني هذا راح تسمح لك لكل جهاز يمتلك اي بي ادرس بانه يكون سيرفر او كلاينت لمجموعه من العمليات التي ترسل وتستقبل عده انواع من البيانات في نفس الوقت. بعض انواع البورتات الشائعة الـ FTP File Transfer Protocol رقم 21، الـ Secure Socket Shell أو Secure Shell 22 البورت الخاص به، الـ SMTP Simple Mail Transfer Protocol 25، الـ HTTP اللي هو الـ Hypertext Transfer Protocol 80، الـ HTTPS ذاك اللي هو Secured يستخدم Secure Shell أيضا 443 البورت الخاص به. هذه يعني معرفتها تكون مهمة دائما بالنسبة لمهندسي شبكات أو المختصين في هذا المجال. الترانسبورت بروتوكول كان بي سمبل اور كان اد ريلايبيليتي تو ذا نتورك باكيت ستريم. هنا الترانسبورت بروتوكول البروتوكولات الموجوده في الطبقه الرابعه يمكن ان تكون بسيطه جدا مثل يو دي بي، او ممكن تقوم باضافه ريلايبيليتي الوثوقيه التي هي اعاده ارسال الباكيتات التي يحصل فيها دروب او ايرور مثل التي سي بي مثل ما راح نشوف بعد قليل. بالنسبه لليو دي بي مثل ما ذكرنا هو مختصر اليوزر داتاجرام بروتوكول، هذا هو ان ريلايبل يعني غير موثوق، اللي هو عبارة عن bare bones مثل ما يقولون، يعني هذا التعبير الاصطلاحي انه هو فقط يعني عظام مكشوفة بدون يعني ابسط ما يكون، هو امتداد ابسط ما يكون للاي بي ادرس او للطبقة الثالثة، فقط يقوم باضافة البورت نمبر على مود البيانات اللي توصل تعرف انه هي من وصلت الى جهاز، الماك ادرس مالته كذا والاي بي ادرس مالته كذا، ايضا لازم تعرف البورت نمبر اللي توصل له، فهذا فقط هو يضيف البورت نمبر، ما بي اي ريلايبلتي ما بي اي وثوقية حال الاي بي في الطبقة الثالثة، بما انه ليس هناك ضمان في ايصال البيانات، فبالتالي الباكيتس ماي بيكم لوست، الباكيتات ممكن انه تضيع في الطريق.
packets may also be received out of order. أيضا الباكيتات يمكن أن تصل متأخرة وبالتالي تكون خارج الترتيب الصحيح لها. يعني ممكن أنه ترسل باكيتات 1 2 3 4 اللي توصل هي 1 3 2 4. فهنا ممكن تكون أيضا out of order. بس مع ذلك هي راح توصل، يعني ما راح يصير بها عملية reordering أو retransmission. كل هذه الأمور ما موجودة هنا. ولذلك هو يسمونه connectionless، يعني ليس هناك إنشاء لاتصال، وإنما no connection setup، يعني ليس هناك أداة للاتصال. At the beginning of the transmission، في بدء الإرسال. To set up the state. Also no connection tear down at the end of the transmission. أيضا ليس هناك إنهاء للاتصال بعد ما ينتهي، يعني ماكو start و end، وإنما فقط إرسال بيانات و that's it. يعني فقط يتوقف المرسل، عندما يتوقف المرسل عن إرسال بيانات فإنه المستقبل راح يعرف أنه تم انتهى الاتصال، يعني ما راح يستلم رسالة تقول له بأنه يابا الآن انتهى الاتصال، مثل ما موجود في FTCP. UDP packets هذا نسميناها datagrams، ولذلك هو يسمونه user datagram protocol. datagram اللي هي أيضا يعني اسم ثاني للباكيت. هنا طبعا في المثال بسيط أنه أول ما الكلاينت يقوم بطلب إرسال طلب لبيانات معينة، initiate request for data، يعني بدء طلب لبيانات معينة من قبل الكلاينت، راح يروح إلى السيرفر، السيرفر راح يبدأ بالاستجابة وإرسال البيانات. البيانات الأولى وصلت جيد جميل، البيانات الثانية صار بها دروب، يعني صار بها إيرور معين. كل دروب طبعا أسبابه كثيرة مشروحة بشكل مفصل في كورس الشبكات. من صار بها دروب ما راح يصير أي رد فعل من طرف الكلاينت، وإنما راح يستمر الإرسال، يستمر الإرسال البقية دروب إيرور كذا ما أدري شنو، هو يستمر بالإرسال. بعد ذلك ذاتس إت، انتهت، يعني بعد ماكو أي شيء، خلص الاتصال. ولذلك مثل ما ذكرنا هو connectionless وكذلك هو unreliable. بالنسبة للتي سي بي لا، راح يكون الوضع مختلف. هذا همين ريلايبل يعني موثوق، وهمين كونكشن اورينتد يعني يقوم بانشاء اتصال قبل ان يبدا بارسال البيانات لكي يتاكد انه الطرف الاخر مستعد لاستقبال البيانات وما هي السرعه التي يريد استقبال البيانات بها. وبالتالي اكو بي فلو كنترول، اكو بي كونجستشن كنترول مثل ما راح نشوف. بالاضافه الى البورت نمبر، فانه هذا التي سي بي اي بي راح يوفر لنا ابستراكشن، طبقه من الاختصار، تو الاو ان اوردر ان انتربتد بايت ستريم اكروس ان انريلايبل نتورك. يعني هي الشبكة بصورة عامة في الطبقة الثالثة هي unreliable، هي غير موثوقة، الـ IP address ما غير موثوق، الطبقة الثالثة. فبالتالي TCP هو وظيفته هو إضافة الريلايبل، هي إضافة الوثوقية. فبالتالي راح يضيف لنا طبقة من الاختصار أو الابستراكشن تسمح لنا بالبيانات أنه تصل in order بالتسلسل uninterrupted، يعني بدون وجود مقاطعات، byte stream اللي هو يعني سيل من البايتات تصل بشكل مرتب أو يتم إعادة ترتيبها، ونتأكد أنه راح تصل تماماً مثل ما أرسلت. أي خطأ في الإرسال أو أي إيرور يحصل في داخل الباكيتات راح يؤدي إلى إعادة إرسالها حتى تصل كاملة. في كل لحظة من اللحظات أي واحدة من الحاسبات تقوم بإرسال باكيتات، فإنه في طرف راح تنتظر من طرف الاستلام أنه يرسل لها رسالة acknowledgement، رسالة موافقة أنه تم الاستلام بنجاح. إذا لم تصل رسالة الموافقة في زمن محدد، يعني أكو في التايمر، إذا صار بي expire راح يضطر السندر إلى إعادة الإرسال. وبالتالي هاي أضفنا الريلايبلتي، الوثوقية. أيضا على مود نضمن أنه تصل البيانات in order، راح نقوم بإضافة sequence number اللي هو رقم التسلسلي لكل واحدة من الباكيتات. راح تضاف أيضا إلى TCP header اللي تسمح لنا بالريسيفر أنه يقوم بوضع الباكيتات بترتيبها الطبيعي الأصلي and notice missing packets. وبالتالي راح يلاحظ أنه إذا أكو هناك باكيتات فقدت أثناء الإرسال، بحيث أنه راح يطلبها مرة ثانية ويتم إعادة إرسالها، بحيث أنه يجب أن تكون الملف A في الطرف الأول هو نفس الملف أي الذي يتم إرساله في الطرف الآخر. Connections are initiated with a sequence of control packets. هنا طبعاً مثل ما ذكرنا هو اسمه connection oriented، يعني يتم بناء أو إنشاء أو تأسيس أو عمل setup للاتصال من خلال ما يسمى بال three-way handshaking، بحيث أنه يرسل رسالة سن آك سن آك إلى آخره. فهذه موجودة أيضاً مثل ما ذكرنا مشروحة بشكل مفصل في كورس الشبكات الأكاديمي. طبعا هنا ايضا يتم تاسيس الاتصال على اساس مجموعه من الباكيتات الخاصه بالكنترول، وكذلك يتم انهاء الاتصال واغلاقه ايضا بمجموعه من الباكيتات الخاصه بالكنترول اللي هي يسموها الكنترول باكيتس. وبالتالي هنا راح يعرف كلا الطرفين، يعني المرسل والمستقبل سيعرفان كلاهما في نفس الوقت متى يبدا الاتصال ومتى ينتهي. هذا فد مثال بسيط على كيفيه تناقل البيانات في بروتوكول تي سي بي. في لحظه معينه البيانات راح يعني الكلاينت راح يقوم بطلب بيانات، طلب بيانات السيكونس مالتهم هو 904. السيرفر راح يبدا بارسال بيانات، راح يقول له اوكي اكنولجد 904، يعني هذا الريكوست ماتك انا سويت الاكنولجمنت. يبدا يرسل البيانات، ارسل البيانات اللي سيكونس يعني تسلسلها 126 مثلا، ينتظر الاكنولجمنت. نو بيرسل 127، ينتظر الاكنولجمنت، ما جت الاكنولجمنت لان صار في ايرور بهم، صار تايم اوت، يرجع يرسل 127.
ويستلم الاكنولجمنت، يسرد 128 وينتظر الاكنولجمنت. بما انه ما اجت الاكنولجمنت ويعني ما اجاك يعني الاكنولجمنت ما وصلت، يرسل 128 مره اخرى وينتظر الاكنولجمنت، وهكذا تستمر العمليه. هذه العمليه اللي هي يعني بشكل طبيعي باي ديفولت، ممكن انه يصير عليها تعديلات معينه. بعض الاحيان الريسيفر يمكن ان يرسل كوميوليتيف اكنولجمنت، يعني ما ندز على كل واحده واحده، يعني مو مثل هنا يعني 126 عفوا 126 اكنولجمنت، 127 اكنولجمنت، 128 اكنولجمنت. لا، ممكن انه يتفقون على ويندو يسموها نافذه، اللي هي مجموعه باكيتات ترسل ويرسل لها اكنولجمنت واحد، اللي هو يعني اكنولجمنت تراكمي لمجموعه من الباكيتات. ايضا السيرفر كان also send multiple packets before waiting for acknowledgement. السيرفر ايضا ممكن انه يقوم بارسال مجموعه من الباكيتات قبل ان ينتظر acknowledgement. هذا طبعا take advantage of the network throughput، يعني هذا راح يزيد لك يعني الثروبوت او قابليه ارسال واستقبال بيانات اكثر في الوقت الواحد، لانه انت اذا هنا تصرف acknowledgement وكل باكيت اكو acknowledgement مقابل لها، هذا راح يسوي ويست او اهدار في الكثير من موارد الشبكه. فبالتالي ممكن انه الاتفاق على ويندو او نافذه من مجموعه باكيتات يتم ارسالها قبل انتظار الاكنولجمنت. هنا ايضا هذا الشيء راح يكون ضمن ما يسمى بالفلو كنترول او الكونجستن كنترول، الفلو اوف باكيتس ريجوليتد، يعني هذا جريان البيانات او الباكيتات في داخل الشبكه يعني باستخدام بروتوكول التي سي بي، راح يتم تنظيمه من خلال الفلو كنترول والكونجستن كنترول، التحكم بالجريان والتحكم بالازدحام كونجستن. الفلو كنترول وظيفته انه يمنع المرسل من اغراق المستخدم المستقبل عفوا، او اغراق الكاباسيتي او السعه. يعني اذا كان الطرف الاول يستطيع ارسال بيانات بسرعه 10 جيجا بت بالثانيه، بس المستلم ما يقدر يستلم الا بسرعه 5 جيجا بت بالثانيه، فهنا هذا راح يصير اكو اوفر فلو فهنا او اوفر ران. فهذا يعني الفلو كنترول يجب ان يعني يحرص على منع هذا الشيء دائما، منع المرسل من ارسال بيانات بسرعه اكبر من السرعه التي يستطيع المستقبل استيعابها. بالنسبه للكونجستن كنترول اللي هو التحكم بالازدحام، ايضا شغلته انه كل ما يصير كونجستن، كل ما يصير ازدحام بالشبكه، يقلل من سرعه الارسال او الاستقبال حتى نضمن انه دائما ما نوصل الى مرحله الاوفر ران او الاوفر فلو او الاوفر لود. يعني دائما نضمن انه الترانسميتر والريسيفر يكونون متفاهمين فيما بينهم، بالضبط مثل ما انه انت تتكلم مع شخص بسرعه عاليه جدا ولكنه هو بطيء الفهم، او يعني يستقبل المعلومات بشكل بطيء جدا، فبالتالي هنا راح يصير عندك مشكله، ما راح توصل الافكار او المعلومات بشكل صحيح، فتحتاج انه تقوم بابطاء سرعه الارسال على مود المستقبل يقدر يعني يهضم ويستوعب المعلومه بشكل افضل. ونفس الشيء بالنسبه للريسيفنج، يعني ايضا هنا اذا كنت انت مثلا تحكي بطيء جدا والمقابل سريع الفهم، خلينا نقول يعني عدى عمليه البروسيسنج او معالجه البيانات سريعه جدا، فهنا انت اذا تقوم بارسال البيانات بمعدل 5 كلمات في الدقيقه الواحده وهو يقدر يلتهم الكلام بسرعه 100 كلمه بالدقيقه الواحده، فهنا ايضا راح يكون عندك فد ويست او تضييع للباندويث الخاص بالشبكه، وبالتالي هنا راح يكون عندك الثروبوت اللي هو عدد البيانات المرسله والمستقبله في الثانيه الواحده راح يكون قليل جدا. فهنا ايضا هذا الكونجستن كنترول والفلو كنترول اثنيناتهم يحرصون على استغلال موارد الشبكه بالطريقه المثلى بدون ابطاء جدا او تسريع جدا. طيب، بما انه احنا هذا الفصل هو يتحدث عن نظم التشغيل الموزعه او نظم التشغيل الخاصه بالشبكات، بصوره عامه هناك نوعين من هذه الانظمه. النوع الاول يسمونه نتورك اوبريتنج سيستمز او النوس ان او اس، اللي هو يعني نظم تشغيل الشبكات. بهذا النوع من انظمه التشغيل المستخدمين يكونون واعين او مدركين الى انه هم قاعد يشتغلون في بيئه شبكه، يعني مو كل البيانات اللي هم يستخدموها او يحتاجوها هي موجوده في حواسيبهم الشخصيه. بالطرف الاخر اللي هو ديستريبيوتد اوبريتنج سيستمز، هنا المستخدمين هم موجودين صحيح في بيئه موزعه ولكنهم غير واعين او غير مدركين الى مساله تعدد المكائن. يعني هو يطلب البيانات ويعتقد انه هي كلها موجوده في حاسبته، ولكنه في الحقيقه هي بعضها موجوده عبر الشبكه او في الانظمه الموزعه وتوصل له يعني عن طريق شبكه وليست فقط عن طريق الهارد او الذاكره الداخليه الخاصه بجهازه. بالنسبه للنتورك اوبريتنج سيستم اللي هو انظمه تشغيل الشبكات، هذه مثل ما ذكرنا المستخدمين يكونون واعين الى انه هو موجود في ضمن بيئه شبكه، وبالتالي على مود يوصل الى الموارد في المكائن المختلفه يحتاج انه دائما يتصل يعني باستخدام ريموت لوجينج اللي هو يعني الدخول عن بعد، باستخدام يعني الابروبريت ريموت ماشين مثل الاس اس اتش مثلا سكيور شيل او غيرها، مثلا هذا اس اس اتش كريستين دوت سي اس دوت ييل دوت اي دي يو. يعني هذه اغلب الاحيان تكون اعازات اما عن طريق الكوماند برومبت او التيرمينال
يعني سطر الأوامر، أو عن طريق برامج خاصة تستطيع من خلالها إدخال فد بيانات معينة أو إعازات معينة للوصول إلى البيانات الموجودة في أجهزة أخرى. طبعا هنا نقل البيانات أيضا عن طريق إلى المكائن البعيدة، أو يعني من المكائن البعيدة إلى المكائن المحلية أو ماكينتنا الشخصية أو حاسوبنا الشخصي، يتم عن طريق فايل ترانسفير بروتوكول FTP. طبعا هنا راح يكون عندك ابلود او داونلود، يعني تصعيد البيانات من الحاسبه الشخصيه الى الحاسبات البعيده او السيرفر، الداونلود اللي هو تنزيل البيانات من الحاسبه البعيده الى الحاسوب الشخصي، عمليه الاكسس الوصول الى البيانات في الحواسيب البعيده او الاجهزه البعيده، او عمليه شير اللي هو ارسال بياناتنا موجوده عندنا ملفات الى حواسيب بعيده، كلها ثرو ذا كلاود ستورج. كل هذه الامور تحصل عبر الستورج او الخزن الموجود في ذا كلاود، يعني في السحب الالكترونيه او في السيرفرات البعيده او في الداتا سنترز. يوزرز ماست تشينج بارادايمز استابليش ا سيشن جيف ذا نتورك بيست كوماندز. هنا المستخدمين طبعا لازم يغيرون طريقه تعاملهم مع الملفات من خلال تاسيس سيشن، تحدثنا عنها قبل قليل، قلنا هي سيشن اورينتد او اوبجكت اورينت، مو اوبجكت اورينتد وانما كونكشن اورينتد مثل تي سي بي، ويجب ان يقومون باعطاء اعازات خاصه بالشبكه، وكذلك يجب ان يستخدمون الويب براوزرز اللي هي متصفحات الانترنت في بعض الاحيان او برامج اخرى خاصه. طبعا هذا راح يكون more difficult for users، يعني هذه التعامل مع بيئة الشبكات network operating systems راح تكون أكثر صعوبة من بالنسبة للمستخدمين. بالطرف الآخر عندك ال distributed operating systems، هنا المستخدمين راح يكونوا موجودين في بيئة موزعة ولكنهم غير مدركين لهذا الشيء. أبسط مثال عليها أنه أنت تكون مثلا موجود في server farm اللي هي مزرعة سيرفرات أو data center، أنت مرتبط بجهاز معين وتقوم بطلب بيانات معينة، هذه البيانات ما تعرفها هي موجودة في جهازك أو في واحدة من الراكات أو الرفوف اللي موجود عليها آلاف السيرفرات. فبالتالي هنا أنت موجود في بيئة موزعة، واللي يدير هاي البيئة الموزعة هو نظام تشغيل موزع، ولكنه هو يبين لك أنه كل شيء موجود لوكالي في حاسوبك الشخصي أو في جهازك الشخصي. هنا طبعا الوصول إلى البيانات البعيدة أو الموارد البعيدة مشابه تماما للوصول إلى البيانات القريبة. طبعا هنا راح يصير عندك داتا ميجريشن اللي هو تهجير او هجره البيانات، اللي هي نقل البيانات من خلال نقل ملفات كامله او اجزاء من الملفات ما بين الاجهزه المختلفه المتصله مع بعضها البعض الاخر، وهذا ايضا وظيفه يقوم بادارتها نظام التشغيل الموزع. كومبيوتيشنال ميجريشن ايضا بعض الاحيان تقوم بتهجير او هجره الحسابات، يعني بعض الاحيان تقوم بنقل حسابات معينه بدلا من البيانات عبر النظام عن طريق الريموت بروسيجر كولز اللي شرحناها في الفصول السابقه، او عن طريق المسج باسنج او المسجنج سيستمز، هذا ايضا موجوده في الديستريبيوتد سيستمز. ايضا عندك بالنسبه للبروسيس ميجريشن اكسكيوت ذا انتاير بروسيس اور بارتس اوف ات، يعني عندما نقوم بعمليه هنا مثل ما ذكرنا، اما نقوم بنقل البيانات الى الاجهزه الاخرى او نقل الحسابات الى الاجهزه الاخرى او نقل العمليات. العمليات هنا طبعا ايضا اما انه نقوم بتنفيذها كامله او اجزاء منها في مختلف المحطات او مختلف اللوكيشنز او مختلف السايتس مختلف الاجهزه. طبعا الاسباب للبروسيس ميجريشن، اسباب تهجير العمليات، اول شيء لود بالانسنج اللي هو موازنه الحمل، توزيع العمليات عبر الشبكه على مود نوزع الحمل بشكل متساوي. كومبيوتيشنال سبيد اب مثل ما ذكرنا هي نفس الاسباب التي تدعونا الى ربط شبكه اللي شرحناها في المحاضره الاولى من هذا الفصل. تسريع الحسابات بما انه العمليه الواحده اذا كانت ثقيله جدا ولا يمكن معالجتها بوقت قصير في حاسوب واحد، نقوم بتجزئتها الى سب بروسيسز، عمليات فرعيه كل واحده منها راح يعني تنفذ في نفس الوقت بالتزامن في عده حواسيب مختلفه او عده اماكن مختلفه. الهاردوير بريفرنس، بعض الاحيان نحتاج انه هاردوير خاص مثل ما ذكرنا بالنسبه للجي بي يو جرافيكال بروسيسنج يونت. البروسيس اكسكيوشن ماي ريكواير سبيشلايزد بروسيسور، بعض الاحيان تنفيذ العمليه يحتاج الى معالج خاص، فبالتالي نحتاج انه نهجرها او ننقلها الى جهاز اخر. سوفت وير بريفرنسز، ايضا تفضيلات سوفت وير، تفضيلات برمجيه، بعض الاحيان نحتاج الى سوفت وير خاص يقوم بتنفيذ العمليه غير موجود في حواسيبنا الشخصيه، مثل ما موجود اليوم مثلا نحن بعض الاحيان نقوم بتنفيذ كود بايثون ان ذا كلاود او تنفيذ كود ماتلاب ان ذا كلاود اذا كانت ما عندي حاس يعني ما كانت عندي هذه السوفت وير موجوده. بالضبط مثل ما موجود حاليا يعني في خدمات الكلاود اللي هي سوفت وير از ا سيرفيس، انه انت السوفت وير ما موجود عندك، موجود بالكلاود وتنقل بياناتك هناك او تنقل البروسيس مالتك هناك، يتم تنفيذها في الجهاز البعيد لانه يمتلك هاردوير خاص او سوفت وير خاص مثل هذه العمليات. يعني اخيرا عندك من مبررات البروسيس ميجريشن هو ما يسمى بالداتا اكسس. بعض الاحيان انت البروسيس مالتك فد كود معين انت كتبته
بس تريد تنفذ على بيانات ما موجودة عندك في حاسوبك الشخصي، فبالتالي تحتاج أنه تنقل إلى حاسوب بعيد لكي يعمل على البيانات اللي موجودة في الحاسوب البعيد، بدل ما أنه تقوم بجلب البيانات لوكالي. يعني بعض الأحيان مثلا خصوصا خوارزميات الذكاء الاصطناعي المشين ليرنينج ديب ليرنينج، بعض الأحيان تحتاج أنه تشتغل على بيانات هي تيرا بايتس، يعني هائلة جدا لا يمكن وضعها في حاسوبك الشخصي. فأنت تكتب الكود مالتك وتوديه يشتغل يعني يتنفذ على بيانات موجودة عند كلاود في سيرفرات ضخمة وهائلة جدا اللي هي البيج داتا الهادوب والسبارك وغيرها، هناك يتنفذ الكود مالتك لأنه أنت ما تقدر، لأنه أنت تسوي وصول إلى البيانات اللي هي لا يمكن استيعابها في حاسوبك الشخصي. أبرز مثال على الديستريبيوتد أوبريتنج سيستمز هو الوورلد وايد ويب، اللي هو يعني WWW، هذا اللي احنا نستخدمه بشكل يومي في الإنترنت. فيما يخص الديزاين ايشوز او القضايا الخاصه بتصميم النظم الموزعه او نظم التشغيل الموزعه، هذه ان شاء الله راح تكون جزء من محاضرتنا القادمه، فخليكم ويانا. تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا ومع السلامه.